يومان على التوالي تعيش المكلة احتجاجات شعبية جراء تراجع مستوى الخدمات النظافة في المدينة وتزايد وتيرة انقطاعات التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. المحتجون عمدوا إلى إشعال النيران في الإطارات وقطع الطرقات الرئيسية للتعبير عن غضبهم. السلطات في المحافظة وعلى وقع تلك الاحتجاجات عقدت اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي لمناقشة الأحداث وأقالت عددا من المدراء والمسؤولين في بعض المؤسسات الخدمية كالكهرباء وصندوق النظافة. المحافظ البحسني قال إن أزمة الكهرباء بالمحافظة ليست وليدة اللحظة، فعدا عن المحطة الكهروغازية التي افتتحت مؤخرا وساهمت في تغطية احتياجات مناطق الوادي والصحراء من الطاقة، لم تقم الدولة ومنذ عام 90 بإنشاء أي محطة حكومية جديدة، بل قامت بعقد اتفاقيات لشراء طاقة مستأجرة لا يغيب عنها الفساد وضعف الجودة. ويقدر احتياج مناطق الساحل من الطاقة بأكثر من 180 ميجاواط، فيما يصل حجم ما يتم إنتاجه ل 160، انخفضت مؤخرا بشكل كبير. وتكمن مشكلة الكهرباء بالمحافظة في تقلص قدرة التوليد في بعض المحطات بعد خروج عدد من مولداتها، بالإضافة لعدم قدرة السلطات المحلية على توفير قيمة المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الطاقة والتي تصل شهريا لقرابة 8 مليار ريال. نطالب الأخ المحافظ بإصلاح الكهرباء، لأن احنا طفحنا كل ساعة وطفوا علينا، كل ما جينا إلى البوابة قالوا ممنوع ممنوع ممنوع. لا مساء إذا ما قابلناش المحافظ في حاجات في علينا ظلم 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 من ضرائب القات ب 150 مليون في الشهر، قادرين يفعلوا كهرباء بضرائب القات، يفعلوا صحة، يفعلوا مستشفى، يفعلوا جميع الطلبات. ويرى مراقبون أن أي معالجات تنفذها السلطات المحلية قد تسهم في الحد من وطأة أزمة الطاقة، لكنها لن تكون كفيلة بإنهائها ما لم تبدأ الحكومة الإيفاء بوعودها السابقة بتوفير المحروقات وإنشاء المحطة الكهروغازية التي وجه بها الرئيس هادي لتوفير 100 ميجاواط من الطاقة لمناطق الساحل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.